السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. تفضل شيخنا الغالي، نطلع لك في سؤال. في صلاة الظهر من الركعة الثالثة، في صلاة الظهر ماذا حدث؟ بعد السجدة، بعد الركعة، في الركعة الثالثة قام بعد السجدة الأولى إلى الركعة الرابعة، فسبحنا له فجلس، ولكنه لم يدرك ماذا يفعل. فمنا من قال نسيت سجدة، فهل هذا الكلام، هذا القول صحيح أم ماذا كنا نفعل؟ إذا كان متأولا الصلاة تصح. قد أورد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الخلاف في هذه المسألة، ألا وهي الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة، فجوزه بعض العلماء ومنعه آخرون، وأنا مع المانعين إلا إذا كان جاهلا عذر بجهالته، والله أعلم.